السلاح صحيح نصب الارض يا شرطه نصب الارض هذا دورك انت معتوه دور اعظم انت راح تحل الامن والاستقرار موجود شوف دور وياي هذا المصور مالك وياي الصحبه
هي عن خمسيات بعدين جدا بادل التجاري يعني ما العمل يعني ما يصير تحرافية بس بعد ما عبرني من يصير موقف راح عبدي موقف اليم هذا الولد طايم ويعبرني جيب علم جيب علم جيب علم لا خاف مفكر شيء خاف طبعا اللي قلم لا سلامتك يا معروف الموصلي هاي يا الشباب صور المسلم صور المؤتمر مؤتمر راح يسوي ما صوره
ليلة أمس تم التقدم على محور قضاء الكير، تمت السيطرة عليه خلال 6 ساعات. حاليا قطاعاتنا قائمة بالتفتيش والمناطق المشكوك بها، يعني تواجد قد يكون مضافات للعدو. حاليا قطاعاتنا تطهر بالمنطقة، وقسم من قطاعاتنا خرجت لتطهير مناطق أخرى اللي هي ساحة تبادل التجارة. حاليا نحن باتجاه ساحة تبادل تجاري مطوقة حاليا، راح تتم مداهمتها اليوم. على بركة الله باشرت قطاعة الفرقة المدرعة 9 متمثلة باللواء 36 الآلي واللواء 3 الفرقة الأولى تدخل سريع نحو أهدافها المرسومة، هي التبادل التجاري، منطقة التبادل التجاري ومعامل الأدوية اللي موجودة على الطريق. حاليا قطاعاتنا دخلت ضمن منطقة التبادل التجاري وبدأت بتطهير المنطقة وتبشيطها من عناصر داعش. العملية مستمرة لحين تحقيق الأهداف إن شاء الله هذا اليوم. شرعت قطاعات الفرقة المدرعة 9 المتمثلة بلواء المشاه الآلي 37 لتحرير منطقة تلكيف من دنس الإرهاب، ووفق خطة بسيطة ومرنة. حقيقة هذه الخطة ساعدتنا بالتقدم على محورنا اللي هو محور لواء 37 المحور الجنوبي، وباشرنا بالحركة والتقدم، والحمد لله تم تطهير المنطقة بالكامل. وحاليا الوضع مستتر في داخل تلكيف. لدينا ترحيب عالي من السكان المحليين الموجودين، وأيضا الناس أدلونا بالمعلومات اللي على أساسها وعلى غرارها تم بناء الخطة وتم تطهير المنطقة بالكامل. قتل العدو ما يقارب 85، حاليا موجودة الجثث في الشوارع، وتم العدو تعرض لنا من أكثر من مفخخة، لكن بسواعد الأبطال تم تفجيرها عن بعد، وتم تطهير المنطقة بالكامل. وحاليا قطعات لواء المشاة الآلي 37 ماسكة كل تلكيف، والأهالي حاليا بدأوا يرجعون، وترحيب جدا عالي. وأنا أحب أطمئن إخواننا في أهالي من أهالي نينوى أن نحن قادمون، وإن شاء الله بالقريب العاجل سوف ترفع الأعلام العراقية على محافظة نينوى. وعلى بركة الله وبمعنويات عالية من قبل قطعات الفرقة المدرعة 9 البطلة والقطعات المتجحفلة معها والمتمثلة بلواء المشاة الآلي 36 ولواء المشاة الآلي 37 ولواء الثالث الفرقة الأولى تدخل السريع، وعلى بركة الله باشرت بتطهير قضاء تلكيف من عناصر داعش الإرهابي ضمن الخطط المرسومة لها من قبل قيادة العمليات المشتركة. التقدم مستمر نحو الأهداف المرسومة إن شاء الله وبمعنويات عالية. وكان هناك ترحيب، حقيقة ترحيب جيد من قبل سكان هذا القضاء، فنحن سائرون إن شاء الله حتى تطهير آخر شبر من أراضي العراق من تنظيمات داعش الإرهابي. سيادة العقيد شنو هذا؟ أنفاقهم هم، يعني من داخل الأفرع تدخل جوا البيوت. هنا هذا يطلب لنا. هي يطلب لنا يطلع منها. داخل هاي واحد حيدر صور لي.
طالب لا داخل هذا لا لا داخل دير بارك باها هنا يطوب نطلع منه يطلع من البيت من طبينا له على اساس هاي كانت هاي دولة الخلاف في العراق هاي خوارج خلاف العراق بإذن الله واقعي مستمدة احنا بقضاء الكيف حي السلام هاي المنطقة يعني عانت يعني شيء مو طبيعي من وراء الدواعش يعني بزعت العالم شيء مو طبيعي شو شفت قوات الأمنية تعاملوا وياكم يعني شيء ما تتخيلوه يعني حلم ما هيك كنا ميتين قبل والله حيانا احنا اليوم منطقة السحب فيها خطر حي السلام تلكيف شلون كان يتعامل داعش وياكم والله كان مدمرنا يما لا ظل بالك لا احنا جيش تلقى بينا زين شلون خدمات شوفوا خدمات ابو داعش ماي كهرباء ما ادري ايش كهرباء يما لا يضل بالك نحن زينين عليه من السلم اسلم على امي واكثر شيء اختي الصغيره واخواتي وعماتي اهلي بيت جدي بالايمن محاصرين انا اسلم عليهم من منطقه تركيف محررين اتمنى ان توصلون الرساله عليهم انتوا كنتوا تداومون وقت داعش بالمدارس؟ لا لا بطلنا طلبوا فلوس وقالوا كلهم بدلوا المدارس بطلوا المكتب مالهم شكوا بالمناهج مكتوب كان والله احنا ما داومنا يقول زي طلقه زي الطلقه وعبوه زي العبوه وهاي الشغلات مالتهم جدي محاصرين بالايمن اريد اسلم عليهم ونقول لهم نحن اهل تركيف تحررنا بالكامل الحمد لله شلون شفت الجيش وياهم تعامل الجيش؟ تعامل الجيش زين الحمد لله. داعش شو كان يتعامل معاكم؟ داعش مثل الجردان فلت مثل الجردان. ايش كان يسوي لكم مثل الاطفال؟ ليش ما خليكم تداوموا مدارس؟ ما يخلونا هاي مرتد يصيحون مرتد روافض. لا حق ما طلع